السلام عليكم ورحمة الله أخوتي وأخواتي في حلقة جديدة. كنتمنى هذه الحلقة تلقاكم بأفضل صحة وحال إن شاء الله. اليوم قبل ما نبدأ في الحلقة ديال اليوم، ما تنساوش الناس اللي مازال ما تابوناوش في القناة ابوناو دابا، ديروا جيم لا فيديو فضل الله أمرا، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد أعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالآراء ديالكم اللي كتفيدني وتخليني نستمر. وشكرا بزاف للتعاليق ديالكم الجميله والدعاء لي بالشفاء، وكنبلغ التحيه ديالي لجميع المتتبعين والمتتبعات اللي حنا اصبحنا عائله كبيره دابا. كنسلم عليكم كاملين وكنتمنى لكم نهار مبروك وزوين ومليء بالسعاده والفرح وكل حاجه كتعجبكم ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم طاجين، نظرا لشحال ديال الاخوات والاخوان اللي تيقولوا لي بغينا ننوعوا، اليوم غادي ندير معكم واحد طاجين زوين بزاف لذيذ. طاجين اللي غادي نديروه بالسلاوي والخضر بطريقه صحيه، ومرضى السرطان ياكلوه بالصحه والعافيه ان شاء الله. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ان شاء الله. هذا الطاجين ديالنا غادي نحتاجو فيه المكونات التالية: حبة متوسطة تاع البصلة اللي قطعتها على شكل مربعات أو مكعبات، حبتين صغيرتين أو حبة واحدة متوسطة ديال الطماطم اللي قطعتها صغيرة من بعد ما قشرتها، وحبة ديال الطماطم تكون شوية كبيرة للتزيين غادي نحتاجوها، جوج فصوص ديال الثوم كبار. هنايا عندي ثلاثة ديال السلاويات كبارين، عندي ديك القريعة الصغيرة، لما كانتش ديروا القريعة الكبيرة ديروا جوج حبات، هاد الصغيرة حيت كتكون لذيذة أكثر، الكبيرة ما حد الحاجة كتكون كبيرة كتكون باسلة. غادي نحتاجو شوية ديال الزبيب، هنا تقريبا واحد 50 غرام 60 غرام ديال الزبيب. وبالنسبة للتوابل غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال القزبر كارم، معلقه صغيره ديال الكمون، هنايا شويه ديال الملح وكتبقى على حسب الذوق، واحد العود ديال القرفه، شويه ديال السودانيه، سكينجبير هذا كيبقى على حسب الرغبه السودانيه، سكينجبير نص معلقه، ومعلقه صغيره ديال الكركم، وزعفران شعره حر شعيرات نسيت ما وضعتوش، هو غادي نضيفه هو ايضا، وزيت الزيتون. انا غادي نطيب اليوم بداك المرجان، التخا ديال الزيت ديال العود اللي مزيان ومفيد وزوين نطيبو به. الان غادي نمر باش نحط هاد البصله والمطيشه هي الاولى تشحر هي والثومه في الطاجين ديالي، عاد غادي من بعد يتشحروا ليا عاد غادي نقشر. راكم عارفين بان السلاوي ملي كنقشروه كيبدا كيكحل لينا، ما غنقشرو حتى غادي نبغي نرميه، والزبيب ديالي غادي نشدو غادي نرطبو في الماء. ها هما المكونات ديالي، غادي نقدر نضيف غير واحد شويه ديال الماء وغادي نغطي عليها، غادي نغطي يعني الطاجين ونخليهم يتشحروا مع بعضياتهم. عاد غادي نقرض الخضار ديالي ملي نقرب نوضعهم وندير كل شيء كيطها، عاد نضيفو التوابل ديالنا. ونفس الطاجين ها هو تنطهي فيه هنايا بالحق، هذا العائلة ديالي درتو ليهم باللحم ديال البقري، وغادي نضيف عليه ايضا حتى هو نفس الخضار اللي ذكرت، غير هذا فيه اللحم وفيه توابل زايده اللي حنا ما مسموحش لينا بها مرضى السرطان، وهما هي غادي نضيف عليهم ان شاء الله. غنحل على الطاجين، هيا البصله والطماطم ها هما يتشحروا ليا، غادي نضيف التوابل كلهم وزعفران شعره كيف ما قلت لكم حتى هو نضيفوه.
نضيف القليل من الماء باش هذه التوابل تدخل مع بعضها. وغادي نضيف الان الخضار كامله اللي باغا نضيفها ما عدا الطماطم وهذاك الزبيب اللي خليته مرقد. هذوك ما غنضيفهم حتى تبقى ربع ساعه على الطهي ديال الطاجين ديالنا. نشدوهم ونقادوهم بالشكل اللي بغينا حنايا. وتقطعوهم حتى بالشكل اللي نتوما كترغبوا فيه، ماشي بالضروره نديروا نفس الشكل، كل واحد كيدير الشكل اللي كيبغي. التقطاع ديال الخضار ديالو ونبقى غادا بهذا الشكل هذا حتى نكمل الخضرة ديالي. ما نضيفوش الماء بزاف حيت مع عارفين بان السلاوي والقرعه ما كيحتاجوش الماء بزاف، ما تيشربوش الماء بزاف، ني هذا القدر كافي. ونغطيو عليهم ونجهدوا في الغاز او نرفعوا الغاز ونخليهم يطهوا حتى تقريبا ثلث ساعه ونجيو نطلعوا عليهم ولا ربع ساعه حيت عارفين الطاجين كياخذ الوقت. عاد نضيفوا عليهم المكونات الاخرى. الان غادي نضيف الطماطم وغادي نضيف الزبيب ديالي وبطبيعة الحال الزيت ما غادياش نضيفوه دابا حتى الاخير، نقدروا نقطعوا شويه ديال المعدنوس ونضيفوه. وغادي نعاود نغطي عليهم ونخليهم يطهوا ليا. ايوا سيدنا، ها هو الطاجين وجد كنقدموا لكم بالصحه والراحه. ضفت معاه واحد الإضافة اللي هي هاد السلطة المغربية اللذيذة، درتها بالطماطم الكراسية والبصلة والفلفلة خضراء وزيتون والمعدنوس وزيت الزيتون، والخبز ديال القمح كومبلي راه تيسخن في الفران. كنتمنى يكون هذا الطاجين نال الإعجاب ديالكم وجربوه نتوما بدوركم وتاكلوه وتردوا عليا الخبر وقولوا لي كيشا. معنا متتبعات اللي تيكتبوا لي بانهم تيجربوا الوصفات وتيصدقوا معهم، الحمد لله اللي كيجيوكم مزيانين بعدا. يلا تهلاو فراسكم الى اللقاء.